فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وكون الأمة تبقى على جراحها وعلى فساد الفرق وعلى النحل الباطلة، هذا يخرج الأمة عن دينها. إن لم يقم أهل الحق وأهل الاختصاص بدعوة الناس إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى ما كان عليه سلف الأمة، فإن هذا سيؤول بهم إلى التفرق والتشتت. ولذلك أعداء الإسلام يشجعون الفرق الآن المنحرفة، نعم، ويمدونهم بالمال والخبرات والتخطيط ليقضوا بهم على الإسلام الصحيح، ويبقى الإسلام المزيف الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بافتراق أمته على 73 فرقة، و72 لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبله. نعم، 72 فرقة من هذه الأمة في النار. بسبب ماذا؟ لأنهم خاضوا كخوض الذين من قبلهم، خاضوا في دينهم وعقيدتهم. فتجد الآن الناس وكثير من الناس يخوضون في مسائل العقيدة ويشككون فيها ويريدون أن تحل الأهوى محل السنن. هذا من الخوض الباطل والعياذ بالله، وهذا تشبه بمن كان قبلنا.